في أي ساعة من يوم الجمعة تكون ساعة الإجابة؟ الله أعلم، الله أخفاها من أجل أن المسلم يجتهد في كل اليوم، من أجل يحصل على فضل اليوم وفضل ساعة الإجابة. لكن العلماء ذكروا فيها أقوالاً وتحريات كثيرة، ذكرها في فتح الباري، لكن أقربها والله أعلم أنها من حين يجلس الإمام على المنبر إلى أن تقضى الصلاة. والقول الثاني أنها آخر ساعة من اليوم عند غروب الشمس، هذا اختيار الإمام أحمد رحمه الله. نعم.